ان نادي الصحافه السوداني بيشارك في البطوله العربيه لاثبات الوجود فقط. وطبعا النهارده هيكون بقى اكيد الكابتن حمدي الصافي وكابتن ياسر صلاح كده والجهاز الفني المعاون اخذوا كده قرار بان المباراه تطلع بشكل برضو ملائم ومناسب لفريق الصحافه السوداني، نظرا طبعا لفرق بقى الامكانيات البدنيه والفنيه والمهاريه بين اللاعبات. وكمان ما ننساش ان احنا النهارده دي مباراه بقى حوض النيل ما بين مصر والسودان، مباراه بتجمع كده الجوار والاشقاء واصحاب التاريخ المشترك. وطبعا لازم النهارده ناس ضيوفنا بقى في الملعب كده فنخدمهم يا كابتن حمدي، وما يكونش كده مباراه من العيار الثقيل زي ما عودتنا امام الصفاقسي او هتعودنا بكره ان شاء الله كده امام الجزائر. طبعا ده مش تقليل من شأن فريق السودان، وان كنا قلنا في المباراه السابقه للسودان ان اكيد هدفها هو الدخول في المشاركات العربيه والافريقيه، وهدفها بناء سقف كده للاعبات بقى اللي ممكن يكون عندهم طموح من الاجيال القادمه للمنافسه فيما بعد. طبعا بقى مدربهم معتصم محمد عبد القادر قلنا ان هو بيستحمل كده او بيتذوق مراره الهزيمه في اللقاءات او الضغط على فرقته، وان كان زي ما قلت هو بيتحمل الصعاب كلها عشان ارثاء بقى قواعد واسس لجيل قادم يشارك كده بقوه ان شاء الله ونشوفه في البطولات العربيه كده بكفاءه واقتدار. طبعا النادي الاهلي لازم نقول لكم لوحه الشرف اللي بتضم فرقه النادي الاهلي النهارده في المباراه وداخل البطوله. احنا عندنا ايه حمدي الشامي، نور ياسين، كاترين، دانا شوقي، مريم مصطفى، نهله سامح، شروق محمد، فريد احمد العسقلاني، نرمين ابراهيم، رحمه المهندس، فيوليت ماكوتو، رانا ياسر، محمد الجهري. دي القوه الضاربه وقوه فريق النادي الاهلي في بدلائه وليس في الاساسيين فقط. بيشمل النادي الاهلي على فرقتين داخل فريق واحد، يعني لو الفرقتين دول اتقسموا ولعبوا بعض هيكون عندنا اول وتاني ان شاء الله الاهلي الف والاهلي ب زي كده ما متعودين في دوريات الناشئين داخل جمهوريه مصر العربيه. ولكن طبعا نظام البطوله بقى ان هو فريق بيلعب باسمه بس، ما يقدرش يشترك طبعا بفرقه تانيه مهما كانت امكانياته او جاهزيته. طبعا دي بس للدعابه مش اكتر يعني، انما طبعا القانون ما بيسمحش بكده في البطولات العربيه او الافريقيه او بطولات العالم، بيسمح باسم الدوله فقط بفريق واحد بنفس المسمى. هنشوف بقى النهارده في المباراه ممكن ما نتمتعش مع بعض بفنيات عاليه سواء من الاهلي المصري او طبعا الصحافه شباب الصحافه 20 السوداني، ولكن كل اللي يهمنا داخل المباراه ان احنا نتكلم عن مباراه غدا اللي هتضم بقى عملاقين للمره الثانيه على التوالي في نهائي البطوله العربيه، النادي الاهلي المصري والنادي المجمع البترولي الجزائري اللي لسه خاتم مباراته الان مع نادي سبورتنج الرياضي اللي اجاد طبعا نادي سبورتنج وحقق مباراه على قدر عالي من الكفاءه. وطبعا بقى بنهني نادي سبورتنج على وجود جيل يقدر انه يشارك في البطولات العربيه والافريقيه والبطولات المختلفه، وبيقول لنا نادي سبورتنج كده انتظروني في القادم ان شاء الله. وطبعا كل ده مصلحه لمنتخبات مصر للانسات والشابات، وهيكون بقى باقتدار في الفترات القادمه ان شاء الله. جهاز النادي الاهلي مدير فني حمدي الصافي، مساعد او المدرب العام كابتن ياسر صلاح، مساعد محمد مجدي، الطبيب ايمان محمود، والحكم المرافق ليهم منى مكاوي بنت محافظه دهليه طبعا من المنصوره وهي حكم دولي واثبتت جدارتها بقى في الفترات الاخيره دي، واخترع الاتحاد العربي انها تكون ممثله للحكام في البطوله. وطبعا كان اختار بقى الاتحاد المصري لمرافقه الفريق النادي الاهلي. في انتظار كده بقى تاكيد دورانات الفريق، وطبعا ادي الجمهور الرائع اللي زاحف النهارده قبل فرقته كمان، مش هنقول بعد ما الفرقه دخلت، الجمهور قاعد مستني داخل الصاله المغطاه من بدري قوي،
وبيجهز نفسه كده وبيجهز بقى عدته وبيجهز الاناشيد القويه اللي بتضم بين كلماتها الرائعه بقى اسم نادي القرن واسم النادي الاهلي والنسر وحاجات كتير قوي بيسمعها مشاهدينا، وبتتمنى كده الانديه التانيه ان يكون عندها جمهور منظم وجمهور مرتب كده في صيحاته وهتافاته ومؤازرته لفرقه زي جمهور النادي الاهلي نادي القرن. ومن الواضح ان هيبدا نادي السودان هو اللي معاه الارسال، نادي شباب الصحافه السوداني. ايات اغبى شتقاي على الارسال، ما شاركتش ايات الفتره اللي فاتت لكن اول مشاركه ليها في المباراه النهارده. بترجع شروق على الارسال، ارسال سريع شروق وادي استقبال خاطئ. هنشوف بقى من ده النهارده كده كتير ولا ايه. هي النهارده تعتبر بالنسبه للكابتن حمدي الصافي وللنادي الاهلي تمرينه قويه لارسالات، وهنشوف كده ادي شروق في الارسال الاول ليها، وهنتابع مع بعض السكور 2 لا شيء الاهلي، وادي كره ثانيه بنقطه مباشره 3 لا شيء. زي ما قلت قوه فريق الاهلي هتحرمنا شويه من ان احنا نتمتع مع بعض بفنيات، وطبعا قلة بقى خبرة المشاركة للفريق السوداني وقلة الاحتكاك بالنسبة له، وكمان نقص المهارات برضو شوية وقلة الامكانيات البدنية برضو هتحرمنا من اننا نتفرج على مباراة ممتعة. وادي كرة كده بتقع امام كاترين المحترفة رقم 5. طبعا عارفين الاهلي بيضم 2 محترفات، كاترين رقم 5 وفيوليت رقم 15 من الانابيب الكيني، طبعا كانت واخده احسن لعيبه في افريقيا من قبل، ولاعيبه طبعا بتتميز باليد اليسرى، لعيبه قويه وحتى الان ما اشتركتش لسه مع النادي الاهلي، ومحافظ النادي الاهلي على قوامه الاساسي بوجود شروق وفريده. وزي ما قلنا كده في المباراه اللي فاتت النادي الاهلي ما يعرفش يعني ايه سهل ويعني ايه صعب، بيلعب كله طبعا مع الاختلاف الخطط ولكن بنفس السيستم ونفس النظام. ومهتم الاهلي طبعا بالبطوله العربيه لان كل نقطه فيها، مش هنقول كل صوت، كل نقطه فيها بيعد تاريخ للنادي الاهلي وتاريخ للاعبات، ودول لاعبات محترفات طبعا ما تعرفش يعني ايه اتراخى او يعني ايه طبعا في عقود بقى بتبقى بينهم وبين النادي، والعقود دي ليها التزامات، فلازم اللاعب ينفذ تعليمات مدربه على الوجه الامثل. كاترين على الارسال 5 الاهلي 1 السودان، وادي كرة كده سهلة في مركز 4، دبل بلوك قوي من آية الشامي ولكن خارج الملعب يا آية. كل ما أخشاه بس داخل المباراة إن يحصل بقى طبعا هنا رتم البلوكات اللي هيطلع بيها النادي الأهلي مختلف عن مباراة غدا، ومش عايزين طبعا اللاعبات بقى تتطبع برتم بطيء أو كده. واللي انا باكد له ان اكيد ما تمش طبعا الاتصال بكابتن حمدي عشان تركيزه للمباراه، ولكن انا متاكد ان هو عمل النهارده تمرينه قويه الصبح على اهداف تانية غير هدف المباراه، وهو زي ما قلت هيبقى الارسال والكور اللي فيها رد فعل سريع عشان اللعبه هيكون بطريقه عشوائيه من جانب الفريق السوداني، وهتنزل كور سهله كتير امام اللاعبات وهيبقى فيها سرعه رد فعل عالي. وقد زي ما شايفين الارسالات هنا بتاكد عليها شروق وفريده و فيوليت حتى الان وكاترين حتى الان باتجاهات بيطلبها الكابتن حمدي الصافي عشان يسهل المباراه اكتر واكتر. وسبعه الاهلي 2 السودان، وادي استقبال جيد المره دي وتشد في مركز 4، كوره كده مسقطه ده اللي قلنا عليه بقى، كوره هتسقط كده في اماكن غير نمطيه بالنسبه للنادي الاهلي، وتبقى تمرين سرعه رد فعل وتمركز في الملعب جيده، وفي نفس الوقت تمرين ارسال قوي بصرف النظر عن مواجهته او عدم مواجهته، وبنوصل للتايم اوت او التكنيكال تايم اوت الوقت الفني الاول 8-2. في اثناء طبعا مباراه سبورتنج بقى كانت اصيبت اللاعبه الجزائريه اللي سنتر البلوك رقم 13 اللي طبعا اجادت كتير مع فرقتها اثناء المباريات السابقه، وبنتمنى لها طبعا السلامه ياسمين ادني وطمنا عليها، ولكن لسه ما طمناش بقى على مدى مشاركتها في مباراه غدا. وكانت ياسمين ادني وهي بتغير
انا ذكرت كده لفظ تغيير اضطراري، وطبعا لقيت رساله على موبايلي بعد ما خلصت، حد انا ما اعرفش هو مين، فاكيد ده حكم، فقال لي لا هو اسمه تغيير استثنائي. طبعا انا بشكره على المعلومه، وبصرف النظر عن مفاهيم القانون انا عايز افهم المشاهد البسيط اللي قاعد قدام الشاشه، مش المشاهد المحترف طبعا اللي يفهم في الفاظ القانون بالظبط. كنت عايز افهمه بس ان احنا مهما يعني لو في ظروف معينه اضطرت المدرب انه يغير، لازم الحكم يقوم له بالتغيير الاضطراري او الاستثنائي عشان حكامنا الدوليين ما يزعلوش. وادي كره تاني من المخضرمه بقى، نهلة سامح رقم 8 كابتن فريق النادي الاهلي، و9-2، واظن ان هيمشي اللقاء على نفس الوتيره. كور لا تصد ولا ترد من النادي الاهلي بارسالات قويه بتبوظ الهجوم على نادي السودان، وكل لعيبه هتستمر ممكن على الارسال باكتر من عدد من النقاط. وادي كور بترجع سهله في اماكن غير نمطيه زي ما قلنا، وادي نهله بقى بتحاول كمان انها تاكد على الضرب في تاتشات البلوك حتى مع صعود سنجل بلوك واحد، وان كان دي برضو ثقافه نهله سامح ازاي تعرف تجيب النقطه حتى مع الفرق القويه. وادي فريده العسقلاني حبت تنوع بقى وتلعب ارسال سهل كده ينزل خلف الشبكه على طول، ولكن ضاع منها، خرجت فريده. نزل الليبرو المميز اثناء البطوله مريم مصطفى محمد، اللي انا شايفها متالقه حتى الان مع فريق النادي الاهلي، وحسنت كتير قوي من استقبالها ومن تمركزها للدفاع، وكل مدى بتطور من نفسها. وادي هنا ايه الشامي كده، هل هي بقى مش لاحقه الكوره فعملت بليسنج ولا متعاطفه شويه مع الفريق السوداني؟ طبعا ايه ما شاء الله بتحاول كده توفر جهدها لمباراه غدا. وادي الارسالات القويه اللي لسه ما تخلاش عنها النادي الاهلي، والكره كده بحائط صد مزدوج لرقم 13 نرمين ابراهيم بقى، اللي شاركت من سنتر بلوك كده مع بدايه المباراه، وارتاحت النهارده شويه نور ياسين. طبعا عليها جهد كبير في المباراه غدا ان شاء الله نور ياسين، ومستنيين منها كده المزيد، وعايزين بقى نحصد الالقاب غدا ان شاء الله كده في البطوله العربيه، ونلاقي الست لاعبات بتوع النادي الاهلي والليبرو واخدين القاب البطوله كلها ان شاء الله. ادي ارسال سهل 4-12، وادي مريم اللي قلت لكم اتقنت الاستقبال بطريقه كبيره، ونهله بقى يتاخد منها بلوك هيكون حسابه كبير، ده نهله عند الكابتن حمدي بضعف كده الخصم ولا ايه. بلوك طبعا من السودان هنقول عليه بلوك، لكن ما كانش عالي قوي، ونهله حبت تضرب برده بريست ايديها في التاتشات توفير لجهدها. تاني ارسال كده اتلعب في الصاله الثانيه اللي جنبينا، عايزه بقى تلعبه بقوه عشان تكسب نقطه ولا ايه لعيبه السودان. وادي بيحييها على روحها طبعا معتصم محمد عبد القادر، ولكن رقم 6 مناسك جمعه اخترت ان تحطه في الاوت. وادي استقبال خاطئ تاني من مناسك، وتصطادها على طول نرمين ابراهيم اللي بتضرب كره من منتصف الشبكه بنقطه مباشره للنادي الاهلي. طبعا الجمهور بقى اللي لا يكل ولا يمل، ما يعرفش مباراه سهله من مباراه صعبه، وجاي كده مع فرقته بيشجع بنفس هتافاته ونفس ادائه. واللي بنتمنى بقى ان الجمهور يملا الصاله غدا في المباراه النهائيه، كل الجمهور المصري ومش جمهور الاهلي بس، لان دي بطوله بتضم لمصر، والنادي الاهلي بيلعب باسم مصر، ومتعودين منه دايما على رفع رايه الكره الطائره العربيه والافريقيه عاليا. وادي بقى المتابعين للصغار متابعين للبطوله، وجايين النهارده يستمتعوا كده مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الاستمتاع اكتر. وادي بقى علم النسر المحلق، علم نادي الاهلي، نادي القرن، نادي المتميز في كل العابه الرياضيه اللي بيشارك فيها، سواء على المحافل المحليه او الدوليه او العربيه والافريقيه. تاني نهله سامح على الارسال، ضايع المره دي يا نهله. ما كانش ده اتجاهات الارسال اللي بتلعب فيها نهله، ولكن
في بقى تعليمات من الكابتن حمدي النهارده نركز على الارسال على منطقه مش على لاعب، يعني هنلعب في المنطقه رقم كذا من الملعب، يعني في البتوين ما بين 5 و6 او على اللاعب الضارب، عشان تدريبه زي ما قلت تبقى مكتمله بالنسبه له. وهيبدا هو بقى ياخد طبعا من المباراه ايجابيه كبيره، مفيش مدرب قدير زي كابتن حمدي كده هيفكر ان هو يدخل المباراه ويخرج منها لمجرد الفوز بس، هو بالنسبه له الفوز محقق ان شاء الله، ولكن طبعا لازم يحط اهداف او استراتيجيه ممكن تكون صغيره او قليله شويه بنفس حجم الفريق اللي بيقابله، ولكن لازم يبقى فيها اهداف. وادي بقى هنا الرعونه دي ما بتبقاش كويسه يا فريده، ممكن اللاعب ينزل لا قدر الله باصابه او كده، لازم العب بنفس ادائي. وان كان كده في شكوك نحو اصابه ايه حمدي بنزل برد كده، ممكن تكون تعافت منها ولا ايه. وادي كره، ايوه كده فريده متعودين منك على اداء بصوره قويه، ممكن الواحد يبقى متعاطف الى حد ما ولكن ما يكونش بالدرجه دي يا فريده، وتلعبي بمنتهى القوه ما يهمكيش، طالما فرقه جات لارض ملعبك وبتلعب. وده اكيد اللي بيقوله الكابتن حمدي دلوقتي، بيحاول بقى ينبه فرقته انها تعمل جمل تكتيكيه في شكل تدريبه من تشانس بول بيجي لهم من السودان او من فرقه الصحافه السوداني، او في شكل تدريبه للدخول من زوايا مختلفه عشان يفاجئ بكره فرقه الجزائر او المجمع البترولي الجزائري ويوري لهم اداء مختلف عن الاداء اللي هو ثابت عند الاهلي. ستاشر سبعة في التكنيكال تايم اوت، وادي هنا بقى بروح ابويه كده من الكابتن معتصم محمد عبد القادر للاعيبه رقم 11 هاله زكريا مصطفى، واللي لازم بقى يتعودوا بناتنا الصغيرين على ان الروح ديت ما بين اخ اكبر او ما بين اب، مش مجرد مدرب بس، وبيحاول كده بمنتهى الود والحب للاعيبه ينقلها المعلومه تقبلها منه بسهوله وببساطه. وادي شروق على الارسال في اللفه الثانيه للنادي الاهلي، وصلنا النقطه 16. وادي الاتجاهات الغير معتاده للضرب في النادي الاهلي، ولكن طبعا لازم التمركز بتاع اللاعبات يختلف بقى، او سرعه رد الفعل بتاعتهم تختلف، زي كره زي دي ايه لازم استخدم فيها سرعه رد فعلي العالي مهما كانت الكره مش مهمه. وادي هنا شروق بتعمل جمله تكتيكيه مع اللاعبه المحترفه كاترين وفريده العسقلاني، بتدخل كده فريده من منتصف الشبكه وتضرب فوقيها على طول ببوش باس او دوبل باس المحترفه كاترين، كره قويه في ملعب السودان. تاني كاترين على الارسال، ارسال ضايع، النتيجه 9 الصحافه السوداني 16 الاهلي، عايزين نتاكد من صحه النتيجه. ارسال سهل من امال عبد العزيز نقاش، ولكن ضايع في الشبكه. رجعت فريده العسقلاني على الارسال، ارسال سهل تاني يا فريده برضو ضايع. زي ما قلت اكيد الكابتن حمدي عايز تمرين استقبال، فبيخليهم يلعبوا ارسال اجريسيف او بيتميز بقوه كده في اماكن معينه، وبيعتبر ضياع الارسال طبعا مش رعونه من اللاعبه، ولكن هي تدريب فواخده ثقه شويه في نفسها اكتر، فبتحاول تلعب باداء اكتر مثاليه. وادي هنا كره كده من نهله سامح خارج الملعب، وبيحسبها الحكم تاتش حوات الصد، زي ما قلت حريفه نهله في الضرب على حوات الصد او على ايدين حوات الصد. آية الشامي على الارسال، وادي استقبال جيد وكره مسقطه، ايوه كده فيها رد فعل يا آية، فعلا ترجع تاني سهله في ملعب السودان، تلمها امال نقاش وترجع سهله تاني للاهلي اللي بتعكس كده كره في الخطوط الخلفيه، تلمها آية تاني ترجع سهله لمريم مصطفى، وتاني في منتصف الشبكه بتضرب نرمين ابراهيم، لكن كره خارج الملعب. طبعا في ارتياح كده على وصوص بقى فريق نادي الاهلي وعلى البدلاء، وان كانت الكره فيها شك انها انسايد، ولكن حسابها طبعا الحكم اوت.
عدم رضا من الكابتن حمدي بقى هل على اداء اللاعب او على احتساب الكره. وادي استقبال جيد من كاترين واسقاط تاني لنرمين. شكل كده نرمين هتشيل بقى الخط بتاعها كله في شكل تمرينه ما بين شروق في اي كره داخل التلت تعلقها لنرمين. برضه تبقى تمرينه لمباراه غدا لشروق ولنرمين لو اشتركت في مباراه غدا. نهله ارسال جيد ولكن طبعا تخطي بقى من الخط اسفل الشبكه للاعيبه السودان رقم 6 مناس الجمعه. تاني نهله سامح على ارسال كابتن فريق النادي الاهلي. طبعا احنا بقى التون بيهدى معانا كده شويه لان زي ما احنا شايفين حضراتكم مفيش اي فنيات داخل اللقاء. طبعا النادي الاهلي مش مساعده امكانيات فرقه السودان ان هو يبتكر عليه فبيلعب بالاداء النمطي او الاداء السهل الممتنع بيحقق مكسب النقطه وبياخد من المباراه اللي هو عايزه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ادي ايه هنا بترجع كوره قويه وشروق فعلا استلمت اللاين بقى. نرمين ابراهيم بترفع لشروق على طول. شروق بترفع نرمين ابراهيم على طول عفوا وبتحقق نقطه قويه بالنقطه 23 للاهلي 11 السودان. وكانت ضربه كده كره قويه بتعتذر على اساسها اي زي ما احنا شايفين في جسم اللاعبه امال عبد العزيز نقاش من السودان. ثلاثة وعشرين الاهلي 11 الصحافه السوداني. طبعا عندنا ماراثون بكره كبير بقى مباراه النادي الاهلي نادي القرن مع او ضد نادي المجمع البترولي ودي مباراه النهائي ومباراه بطوله محتاجين فيها بقى كل قوانا طبعا ومحتاجين حشد الجمهور. مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي ولاعباته وجهازه الفني طبعا اهداء بقى للمجلس الاداره الجديد بقياده نجم الملايين ومحبوب الملايين كابتن محمود الخطيب. وطبعا بقى مباراه مهمه برضو لمصر لان الاهلي بيشارك باسم مصر. وادي شروق هنا عملت رالي كده او جري كبير قوي وصلت للكوره ونزلت تحتها فعلا وشدت الكوره في مركز 4 بطريقه تعلم كده بناتنا الصغيرين اللي ملتفين حوالين شاشه قناه النادي الاهلي ازاي وانا برفع لازم الف تحت الكوره واروح برجلي العكسيه. حاجات كده فنيه هيبدا اولادنا ياخدوا بالهم منها بقى ويتعلموها ويشوفوا ايه الاداء الصح من الاداء الغلط. ولكن طبعا شروق بخبراتها العاليه وادي كره هنا بتلمح فيها نرمين ابراهيم وتسقطها كده نرمين بنقطه مباشره. 24 الاهلي كان وادي نقطه 25 11 ويفوز الاهلي بالشوط الاول وننتظر حتى استئناف اللقاء واستئناف الشوط الثاني. عارف اكتر مننا بكتير ان المباراه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده سهله ولكن برضو لا ازاي يقعد ويسيب النادي الاهلي من غير جمهور وراح له فعلا المدرجات وبيستمتع معاه مش باللقاء بس ولكن بوجود النادي الاهلي وسط الملاعب. هي دي متعه الحقيقيه للجماهير وهي بتشوف لاعبي النادي الاهلي بيتالقوا وكتير من الجماهير دي ما ينفعش ان انا جايب الجمهور ده كله جاي زاحف ورايا واعمل اداء متراخي او اعمل تشكيله غير مثاليه للفريق. وطبعا ده كله بيمثل ضغط على كابتن حمدي الصافي وضغط على لعيبات النادي الاهلي دايما بالالتزام كده بشكل واداء الفريق وان كان ضغط ايجابي طبعا بالدرجه الاولى وبياكد من عراقه واصاله جمهور النادي الاهلي.
في انتظار بدايه الشوط الثاني. هنشوف الكابتن حمدي هل هيحدث تغييرات في صفوف الفريق ولا هيفضل نفس التشكيل الاساسي. دخلت نور ياسين رقم 3 ودخلت رحمة المهندس رقم 14 زي ما انا شفت كده في الشاشة. واقول لكم بقية التشكيل، وما زالت في الملعب نرمين ابراهيم، خرجت فريدة العسقلاني، وعلى الارسال اتوقع الليبرو دانا. ايوه فعلا دانا شوقي من اصغر اللاعبات الموجودين. دانا شوقي مواليد 2000، هي ونور ياسين مواليد 2000، والاثنين من جيل واحد وليهم مستقبل باهر ما شاء الله. دانا شوقي بتتميز بالطول ومتر 75 طبعا، وبيكون في السيدات لما المعد بيكون طويل بيوفر كتير قوي على فرقته وعلى مدربه، وطبعا بقى بتكسب كده الخبره والتالق دايما من شروق محمد. نور ياسين متر 79 وبتتميز بالارتقاء العالي والقدره على الوزن. وادي اول كوره بقى بتنجح فيها دانا بسرعه رد فعل عاليه، تاخد الكوره بتاعتها وكره كده كانت على سن الشبكه، ولكن نور بقى نازله من الدكه على طول بتحط بليسنج كده، ولكن جه حسبه الحكم في تاتش البلوكات. ومازال ارسال مع دانا. طبعا بعتذر مره تانية ان احنا بقى التوب بتاع المباراه مش واخدنا كده للاداء الحماسي والاداء اللي اتعودنا مع حضراتكم عليه، ولكن طبعا المباراه سهله نسبيا ومحسومه اللقاء من قبل، ولكن طبعا ما ينفعش احنا نقول كده، ولكن بننقل المشاهدين كده عشان ما يملوش امام شاشات قناه النادي الاهلي اللي بنقل لهم كل ما هو جديد في عالم الرياضه ومدخل كده الجمهور في جو المنافسات. فبرضه بنوري له قد ايه اللقاءات بتتراوح ما بين القوه والصعوبه وما بين ان المباراه تكون سهله الى حد ما، وبرضه بيوريهم قد ايه اداء النادي الاهلي انه ثابت عند اداء ثابت، وهو الاداء القوي اللي بيتوجه نحو تحقيق الهدف. وطبعا النادي الاهلي ملوش اي اهداف داخل البطولات غير هدف هو المكسب والمركز الاول، وده بيبقى اكبر هدف عند النادي الاهلي وما بيقبلش بيه بديل، وبيساعده في كده طبعا جمهوره بقى اللي بيأزره وقناته الاعلاميه وجريده النادي الاهلي وكل الامكانيات اللي بتسخر من مجلس الاداره ناحيه الاهتمام باي فريق بيشارك بالفانيلا الحمراء او باسم النادي الاهلي. 4-0، والارسال ما زال مع دانا، بترجع كره تاني خارج الملعب. 5-0، كابتن معتصم محمد بيطلب كده تايم اوت بعد تاخر الفريق بخمس نقاط. من وجهه نظري ما ينفعش كابتن معتصم فجاه كده يتحول على اللاعبين ويطلب منهم ما هو فوق استطاعتهم، لانهم كانوا مع فرق اقل كتير من فريق النادي الاهلي وفي اصوات خسروها 25-5. فبالتالي فرقتك عارفه ومتاكده كويس جدا انك انت لو زعقت لهم معلش يا كابتن معتصم يبقى كده بتحملهم اكتر من طاقتهم، لانهم امام بطل، ومش بطل لبطوله عربيه، لا ده بطل لبطوله افريقيه ولعب في المحافل الدوليه، وكل لاعباته بلا استثناء شاركوا مع المنتخبات القوميه وليهم عدد من المباريات وليهم عدد من بطولات العالم. يعني بالظبط كده لو هلكنا اللعيبه دول يبقى بنرميهم امام المارد اللي ما بيقفش عند حد، النادي الاهلي طبعا. ولكن طبعا زي ما قلنا دي مباراه الاشقاء، مباراه حوض النيل اللي النادي الاهلي كده بيتعامل بارتياح واضح قوي وبفطنه من الكابتن حمدي الصافي وياسر صلاح، بينقلوا المباراه لجو الامان والسلام، وفي نفس الوقت طبعا بيهنوا بقى او بيدوا كده هديه للمشجعين الملتفين ان احنا برضو انتوا حافظين بنات النادي الاهلي كل واحده بالاسم والمركز وبتلعب فين، وبديلكوا برضو تتفرجوا على ال 12 لاعبه
ودي طبعا ثقافه بقى بيشكر عليها الكابتن حمدي، قد ايه محافظ على رونق واداء وشياكه الفانيلا الحمراء، وان كان النهارده بالفانيلا طبعا البديله اللي هي الفانيلا الزرقاء، والاثنين طبعا عليهم شعار النسر المحلق. دانا شوقي ارسال تاني قوي، وما زالت 7-1، ترجع الكره سهله كويس قوي يا مريم، هي دي اللي احنا بنقول عليها التمرينه اللي عايزينها، فيها سرعه رد فعل عاليه، ترجع كده كره تاني، وادي برده كان المطلوب فيها سرعه رد فعل مع تغيير اتجاه الكره من الشبكه، ولكن كده دانا يعني الكره خدعتها شويه، وواحد الفريق السوداني او الصحافه السوداني، 2 الاهلي، 7 الاهلي المصري عفوا. وادي استقبال جيد ورائع من ارسالات كده بتلعبها فرقه السودان بمجازفه عاليه قوي، بتلعب ارسال سبايك قوي مع الوزن، وتاني كره فيها سرعه رد فعل برضو، 2 الصحافه السوداني، 7 الاهلي. وادي تاني ارسال مع استقبال جيد من ليبرو الفريق مريم مصطفى، كانت اياد اغبشي تقي هي اللي لعبه الارسال، وتكنيكال تايم اوت الاول. وادي بقى الكابتن حمدي بياخد كده التعليمات من السكاوتنج او من الداتا، مش تعليمات ولكن هي معلومات من الداتا فولي، وبيبدا بقى ينقل اللعيبه كده اللي مطلوب منهم من اداء نظرا للمعلومات اللي جات له. ده طبعا العلم الحديث بقى والتدريب الحديث، انا ما بكتشنش على مجرد رؤيه بعناية بس او خبره بعتمد عليها بس، الاثنين طبعا موجودين عند كابتن حمدي، ولكن بيعزز ده طبعا الوسائل بقى التكنولوجيه المتطوره، ومن ضمنها برامج الكره الطايره اللي استمدت بيها مصر هنا في فترات قريبه، وبتستخدم بقى الداتا فولي في كل المحافل دلوقتي، حتى في الدوري المصري بنلاقي الثمان فرق الكبار في الرجال، وبنلاقي فرق السيدات من الاول للرابع ممكن او من الاول للسادس بيستخدموا الداتا فولي. وطبعا بقى في برامج مصغره من الداتا فولي دي بتطلع كده في نسخ بيفتحها بقى المدربين او الانديه اللي ما عندهاش امكانيه شراء البرامج العملاقه زي الداتا فولي، وبرده بيستخدموا الميكنه او الكمبيوترات بقى واللابتوب في تحليل المباريات بتاعتهم. كاترين على الارسال رقم 5، افضل بكتير المحترفه السنه دي من السنه اللي فاتت. وادي مريم وتشد كده دانا كره في مركز 4 لرحمه المهندس، او المشاركه لرحمه داخل المباراه النهارده، تشارك كده مع بدايه الشوط الثاني، وكاترين كروس مركز 4 كروس رحمه على الارسال، كانت طبعا ريحت بقى نهله سامح شويه طبعا محتاجينها في مباراه بكره هي وزميلاتها. وادي كره هنا نسيت بقى آية الشامي وضربت كده تقلت دراعها شويه على ليبرو فريق السوداني، ولكن طبعا مفيش زعل في كده، ما تزعليش مننا يا امال يا عبد العزيز يا نقاش رقم 2. آية كويس قوي انها ما شاء الله يعني بتتعامل كده برفق شويه مع فريق السودان الشقيق، وتاني كره سهله. وادي كره تشدها دانا ورحمه تحاول تعمل اسقاط، ولكن تغطيه ممتازه بتقوم بيها كده نور ياسين، وتاني كانت بتحاول تغطي على الكوره، وان كانت بقى كسلت شويه نور او كانت لسه راجعه من التغطيه. ارسال مع شروق، وادي كره قويه في ايد حوائط الصد من رحمه، بتلعب ارسال كده سريع من اخر الملعب، خلت بقى عن الارسال سبايك القوي مع الوزن النهارده اكيد بتعليمات من مدربها كابتن حمدي الصافي. وادي اسقاط ل آية الشامي، وادي بقى التغيير اللي بنقول عليه، كابتن حمدي بيحاول كده يشرك ال 12 لعيبه عشان ياخدوا احساس الفوز بالمباريات، وطالعه آية الشامي ونازله رقم 18 رنا ياسر الجوهري. وادي نور ياسين، ولكن ارسال في الشبكه يا نور، علي بس ايدك بالارسال شويه،
ادي ده تبديل بيعمله فريق السودان رقم 4 ايمان احمد شلال خرجت من الملعب، نزلت هالة زكريا مصطفى رقم 11 وارسال سهل من هالة تستقبله رحمة، وفي مركز 3 منتصف الشبكة بكرة كده لنرمين ابراهيم زي ما شايفينها في الاعادة. ارسال تاني سهل مع استقبال جيد وكرة من مركز 2 ولكن دفاعات جيدة لرنا، وفي ايد حائط الصد بتزعل عليها فرقة السودان لانها كانت واخدة بلوك كويس من نرمين ابراهيم، ولكن بقى الجمهور زادت صيحاته كده مع ان مفيش استشعار للخطر ولا حاجة. 14 الاهلي 4 الصحافة السوداني، ولكن طبعا الجمهور ده لا يكل ولا يمل ما شاء الله، وبيعرف ازاي يضغط على فرقته ضغط ايجابي يوصله لافضل نتيجه ممكنه. و15 4 تاني رنا وارسال قوي برضو المره دي، تكنيكال تايم اوت الثاني، ونسمع بقى اثير الجمهور كده في الصاله شكله ازاي، وبكره اكيد المدرجات دي هتمتلي اكتر من كده. طبعا رنا نازله بقى الملعب وسط العمالقه، رنا مواليد 94 و نهلة سامح مواليد 90، وإن كان السن متقارب ولكن طبعا نهلة سامح بخبراتها الدولية العالية جدا، كابتن منتخب وكابتن نادي الأهلي ومن اللاعبات المخضرمات طبعا، وبتبدأ بقى رنا وتبدأ رحمة تكتسب منها الخبرة كده مع وجود رحمة مع وجود نهلة سامح خارج حدود الملعب، ولكن طبعا هي العقل المدبر والقوة في النادي الأهلي، وبنقول لها شدي حيلك اكتر يا نهله، لسه قدامك مشوار طويل ولسه قدامك كده امتداد للاجيال، لازم تشربيهم بقى من خبراتك ومن اجتهادك. على الارسال رنا ارسال قوي واستقبال اكتر من رائع من فرقه السودان، وادي كره كده اي حاجه فيها شويه تسرع او استعجال من مريم وكاترين، ما كانتش الكرة صعبة للدرجة، ولكن طبعا هم تخلوا عن مراكزهم كده واعتبروا الكرة سهلة. مناسك جمعة على الإرسال، بحترم جدا فرقة السودان مع أدائها أمام بطل القرن أو نادي القرن، وأدي ديفنس قوي أهو بتاخده من الخطوط الخلفية، وتاني ترجع الكرة سهلة وهتشد برضو الكرة لمركز 3 اللي عامل مشكلة حتى الآن لفرقة السودان، وبياخد من وسط الشبكة كده من نرمين إبراهيم نقاط كتير، ونرمين فعلا بتدخل بتايمنج كويس قوي مع إيد دانا وتقدر تتعامل مع الكرة، كانت خارجة بره شوية دانا لازم ألف جسمي عليها شوية. وادي استقبال هنا خاطئ، ونرمين بقى اللي قلنا اسمها كتير في الشوط الأول والشوط الثاني هي كده محور الأداء حتى الآن ومحور تحقيق النقاط بالنسبة للنادي الأهلي. رحمة المهندس على إرسال تاني استقبال خاطئ من أمال عبد العزيز نقاش مواليد 89 أمال، ما شاء الله سنها كبير، ولكن طبعا هم شايلين على عاتقهم فرقة السودان توصيل جيل تاني من السودان للبطولات العربية والإفريقية، وإن شاء الله يكملوا كده عند هدفهم، وبسعي بقى الاتحاد السوداني طبعا الشقيق وتكوين أجيال أكثر روعة بقى وأكثر قتالية من الفريق الحالي. نتفرج على ستايل اللاعبة كاترين، في كده تعديلات لبعض الاستايلات موجودة على العالم كله من حوالي 5 أو 6 سنين كده، كانت إيطاليا عملت بعض الدراسات على ستايل الأداء بالنسبة للصعود أو الارتقاء من حوائط الصد والأتاك أو الهجوم، وكان زمان بنفرد إيدينا بالكامل ونعمل كده خطوة متقاطعة عشان نطلع أعلى حاجة ممكنة، ولكن هم لقوا إن اللاعب ما بيقدرش يتحرك من على الشبكة من فوق
وخلوا دلوقتي الايد تبقى متنيه لمستوى مركز الاتزان او مستوى الثقل بتاع اللاعب، وبالتالي يقدر اللاعب يحرك جذعه من فوق. ودي دراسات قامت بيها ايطاليا، هي الدوله الاولى اللي قامت بالدراسات دي ونشرتها للعالم كله، وكان عندنا خبراء بينقلوا لنا الكلام دوت، ومازال بقى الخبراء المصريين شغالين باساليب متطوره وبيحاولوا كده يعلموها للمدربين الاول، عشان المدرب هو الاساس في نقل المعلومه للاعب، وطبعا اللي لازم يعودوا عليها. وادي رحمه تاني ما زالت على الارسال 20-5، وادي بلوك تاني، بلوك قوي من نرمين ودانا. طبعا الاداء لا او النتيجه ما لهمش علاقه بقوه او منافسة، ولكن هي كل الحكاية ان احنا دول عربية في بطولة عربية بنشترك كلنا لأجل رفعة شأن العرب، وهو ده الهدف الأساسي لتوصيل أواصل الصداقة بين الشعوب العربية وبعضها. وطالما خرجنا بالهدف ده فده أعظم هدف موجود داخل البطولة. إنما مين مركز أول ومين مركز تاني، ده هدف تاني موجود ممكن ما يكونش موجود عند كل الفرق، ولكن طبعا بتتبناه فرق الابطال بقى زي النادي الاهلي، وكان بيحاول كده الصفاقسي انه يحرج الاهلي طبعا، ولكن هيهات بقى في اللقاء اللي تم يوم الاثنين. وطبعا مستنيين بقى الجزائر بكره، او الفريق الجزائري هنشوف بكره هيعمل ايه هو كمان مع النادي الاهلي، وان كان طبعا مفيش مستحيل و هيجي يقول عندي إصابة أو ما عنديش، دي حاجة ترجع لمدربه لأنه لازم يجهز البديل. ولكن طبعا فريق النادي الأهلي ما بيقفش عند حد وبيكمل في طريق البطولة وفي مشوار البطولة، وهنشوف منه بكرة إن شاء الله أداء ممتع يسعد جماهيره ويسعد إدارته ويسعد محبينه بقى وعشاقه وعشاق النادي الأهلي كده اللي هيلتفوا معانا بكرة بتعلينا إن شاء الله، وبرضه للاستوديو التحليلي للكابتن هيثم. وهنشوف بقى ضيوفنا بكره هينقلوا لكم ازاي تحليل المباريات، وان كان فرقه الصفاقسي عندها مباراه برضو الى حد ما من جانب واحد او سهل ممتنع مع فريق السودان الشقيق. وادي ايه بتلفز الشوط الثاني بقى النقطه الاخيره 25-6، وهننتقل للشوط الثالث. وكنا كلنا متوقعين الاداء يمشي بالوتيره دي، مش لضعف امكانيات فرقه السودان ولا حاجة، ولكن طبعا زي ما قلنا الهدف بيتحدد في مشاركة في بطولة عربية وسط أشقاء عرب، وهدف الأهلي مختلف بجانب هدف المشاركة وسط الأشقاء العرب، بيختلف في نحو البطولة. ونشوف هو الستايل مع السلو موشن أو بالبطيء زي ما قلت لحضراتكم للاعيبة رقم 5، ياريت كده في أقرب فرصة أو أقرب إعادة تجينا تاني شكل اللاعيبة رقم 5 وهي بتلم إيديها في الأتاك. ونشوف برضو لو في لاعبة من اللاعبات المحترفات في سنتر البلوك هنشوف برضو أدائها إزاي، وإن كان بدأت لاعبينا بقى يتقال لهم التعليمات دي زائد تعليمات أو زائد التعود على التسخين بطريقة الديناميك ستريتش أو تسخين بالحركة، لأنه طبعا بيقلل الإصابات بنسبة 40% عن التسخين من الثبات. وخلينا بس الكول داون أو التهدئة في نهاية التدريب أو نهاية المباراة بتكون هي ستريتشنج ستاتيك ستريتش، والديناميك ده لازم يبقى قبل المباراة. طبعا كل ديت ثقافات مختلفة لدول مختلفة، في منهم المؤيد وفي المعارض، ولكن هي في الآخر مدارس بس، وإحنا بنحاول نجيب الجديد وندرسه عندنا هنا ونشوف مدى ملائمته لأجواءنا، واللي بيثبت منه نجاحه أكيد بيتبناه البعض مننا، وفي ناس تانية ما بتاخدش الأسلوب دوت. زي ما كل واحد ليه مدرسته وثقافته، أكيد داخل الكرة الطائرة كل واحد ليه قناعاته الخاصة بيه، وإن كنا بس بنحاول ننبه للبعض اللي ما بياخدش بيه الأساليب المتطورة إنه لازم يطلع ويطور من نفسه خلال البطولات اللي زي دي، مش بس البطولات ديت للجمهور، لا دي للاعبين وللمدربين وللحكام ولجميع الكرات ولكل حد ليه شأن بالرياضة المصرية وبالكرة الطايرة، لازم يتعلم كل ما هو جديد داخل البطولات. Thank you.
نشوف تشكيل كابتن حمدي الصافي في الشوط الثالث بعد ما تفوق في الشوط الاول والثاني بنتيجه 25-5 و25-11. وادي بقى التابلت اللي بيبان عليه او بيظهر عليه كل الداتا بالنسبه للحكم واللي بيطلب منه المدرب المفروض التايم اوت والتبديلات، ولكن طبعا التقنيات ديت كلها بدات مصر تدخلها، ومستنيين بقى المزيد كمان مع الاتحاد القادم بقوه، الاتحاد الجديد بقياده المهندس خالد ناصف سليم، ومعاه طبعا بقى كوكبه من المع كده النجوم سواء على المحك الفني او الاداري او التقني، وطبعا بداوا يستعينوا بخبراء اللعبه والخبراء اللي حققوا مجهود عالي مع المنتخبات المصريه المختلفه والمنتخبات المختلفه. استئناف المباراه وبدايه الشوط الثالث، ارسال مع رقم 8 ايات اغبش تقاي، وادي استقبال رائع من مريم وبتشد كده كوره بنفس الاليه في اربعه وترجع تاني لكاترين، كاترين تلمها وتتقلب الكوره في الخط الخلفي لرنا، ولكن ترجع كوره سهله والصوت ده هيبقى فيه سجال ولا ايه. وادي بقى هنا كور كده بتجيبها مريم مصطفى طلعت، وتاني ترجع كوره سهله مريم مصطفى عفوا، وترجع كده لنور وتترفع لها، ولكن طبعا الكره كانت بطيئه شويه. ترجع تاني للديفنس رنا بتلمها، وادي دانا بتحاول تعمل اسقاط، ولكن بقى قد ايه البلوك كان رائع لفرقه السودان، ساجده محمد ابراهيم رقم 5 وسنتر البلوك، وتاخد كده نقطه مباشره فرقه السودان، واول تقدم واول تفوق للسودان على النادي الاهلي في الشوط الثالث. طبعا احنا محتاجين بقى ان المباراه، ولكن ما بدوناش فرصه نكمل كلامنا، كنا محتاجين ان المباراه يبقى فيها سجال شويه عشان الجمهور اللي التف حوالين الفريق دوت يستمتع بفريق السودان وفريق الصحافه السوداني، ولكن هو فارض امكانياته على كلامنا وعلى ادائه. دانا شوقي رقم 6 عندها 16 بطوله مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر دوليه وعربيه وقاريه، وادي كره كده فيها تراي عالي قوي تنقذها في الاخر مريم، وتاني السنتر بلوك وتطلع مريم بكره سهله، روح لرنا الجوهري، رنا ياسر محمد الجوهري لعبت مركز 2، ضربت كره كده قويه، رنا بتختم كده برجليها اليمين، ولكن هي خلاص عدلت نفسها وعدلت ادائها على قفله الرجل الغلط دي. وادي دانا ارسال دانا طالع من ايديها، وتاني مريم طلعت، مريم مصطفى عفوا، وترجع تاني الكره لدانا وتشدها لكاترين اللي بتضرب كده بسهوله في منتصف الملعب بدون حوائط صد او مع وجود حوائط صد اقل في الارتقاء من ارتقاء كاترين. ما زالت دانا على الارسال، وادي ارسال بنقطه مباشره، 4 الاهلي 1 الصحافه السوداني. تاني دانا شوقي ارسال سريع لدانا واستقبال خارج 3 متر، هترجع سهله للنادي الاهلي، مريم تستقبل وتتقلب الكره كده لرنا الجوهري. غير بقى الكابتن حمدي لما رنا بتبقى موجوده على الشبكه بيطلب كده من المعد يديها كور كتير عشان تتمرن رنا شويه، تبدا تحط بايديها من بره ايد البلوك زي ما شايفين وكده كان بيقول لها. وما زالت دانا في النقطه الخامسه ليها على الارسال، ارسال سريع ايضا وكره كده تترفع اي حاجه وترجع تاني سهله وتراي من كاترين، ترجع لنور ياسين في اللقطه الاولى ليها اللي بتظهر في الشوط الثالث كده تضرب كره قويه ولكن في مركز 5 طبعا حفاظا بقى على زميلتها. ست
6 الاهلي 1 صحافه السوداني. ودانا ما زالت بتلعب ارسالات قويه واستقبال المره دي كان جيد، ولكن مش واضح لينا الخطا اللي حصل ايه. ممكن لما تعادلنا الكره تاني نقدر نشوف الخطا اللي عملته دانا. كنا مركزين في الاداء مع الاستقبال، وادي كره تانيه هي سهله خارج الملعب. كاترين رقم 5 من الاهلي، ارسال مع استقبال خاطئ، ورانا الجوهري كده ترجع كورتها بسهوله، ترجع تاني لفرقه الاهلي، تلمها نور ياسين وتتقلب لرانا الجوهري اللي بتضرب ببره ايديها زي ما قلنا في منتصف الملعب. تكنيكال تايم اوت 8-2. نعود مرة تانية لاستئناف اللقاء في الصوت الثالث بعد انتهاء الوقت المستقطع الأول. النتيجة 8 الأهلي 2 الصحافة السوداني. ما ننساش أن الأهلي مستعين ب2 محترفات، واحدة من أوكرانيا ودي اللي موجودة في الملعب على الإرسال كاترين وموجودة مع الأهلي، ولكن استعان أيضا بلاعبة الأنابيب الكيني في فترة البطولة فقط مايلوت ماكو، ودي لاعبة كينية ممتازة جدا تلعب باليد اليسرى. وهنشوف بقى فكر النادي الاهلي في الاستعانة باتنين، وكان سايب مايلوت ديت مش تجربة، كان سايبها ليأمن بس خطوطه كلها لانها بتلعب في كافة المراكز وبتلعب باليد اليسرى، وكان عنده هو واحدة داخل الملعب، فمستعين كده بالتانية لو في اي حاجة او في اي مشاكل في الاداء داخل فرقته. واكيد هيكون ليها استخدام مع كابتن حمدي الصافي، وهنشوف بقى مباراة بكرة هتمشي بالسهولة اللي مش هيحتاجها فيها ولا هيشارك بالمحترفة التانية. هنشوف كده الأداء بكرة إن شاء الله مع النادي الأهلي. وأدي كده كرة بريست الإيد جميلة قوي وفيها سرعة رد فعل من اللاعبة السودانية، بتحط كرة سهلة كده بشياكة شوية في ملعب النادي الأهلي، وبعدين يضيع إرسال. فطبعا المحصلة بالنسبة لهم ما بيقدروش يحافظوا على النتيجة أو النقطة اللي بيلعبوا بيها. ورجع الثاني نور ياسين لارسالات السبايك وارسال خارج الملعب. بسكور قريب في الشوط الثالث، 9 الاهلي 5 الصحافه السوداني. وادي ارسال سهل مع شازا باباك، وتتقلب كده كره من دانا في مركز 2، ولكن بقى تتاخد بلوك من رانا ياسر محمد الجوهري. بلوك حلو قوي وممتع كده من فرقه السودان، بيغيب فريق السودان، ولكن بيمتعنا بكره قويه زي ما احنا شايفين اهو، وبتشجع نفسها اللاعبه رقم 6 مناسك جمعه، واللي عندها 1.71 متر طول، ولكن طبعا لبست رداء العمالقه وطلعت اخذت كره من رانا ياسر محمد الجوهري، تضرب من 2.70 متر، والارتقاء عند مناسك بتطلع لغايه 2.20 متر، فطبعا فوقيها ب 50 سنتي، ولكن رانا ضربت الكره لتحت شويه. وادي كره اهي ببلوك بترد عليهم تاني لاعيبه السنتر بقى نرمين ابراهيم. رانا على الارسال، ارسال قوي وسريع، وادي مريم بتاخد شانس بول، بتشد كده ليه
رحمه المهندس رقم 14. كوره سهله هترجع لملعب الاهلي. وادي مريم شد كده الكوره دانا في مركز اربعات لرحمه مره تانية، بتحقق بيها نقطه مباشره للاهلي. طبعا بعتذر تاني مره لحضراتكم على هدوء كده المباراه. سايب كده الساده بقى الملتفين حول شاشه قناه النادي الاهلي نادي القرن يستمتعوا بقد ايه الاداء سهل والقواعد البسيطه جدا للكره الطايره من ارسال متقن من النادي الاهلي واستقبال جيد واعداد للاستقبال ده. يعني كده نقدر نقول بنعلم اولادنا الملتفين حوالين شاشه قناه النادي الاهلي قد ايه الكره الطايره سهله وقد ايه ممكن تحبوها، وعايزهم يبصوا للجانب الايجابي فيها وهو فوز النادي الاهلي ببطوله زي دي. وطبعا هنا الحكم كان كمان هو متعاطف مع اللاعبه رقم 6 مناسي الجمعه، مع العلم انها عملت دبل او كره محموله، ولكن طبعا دي روح القانون بقى اللي بيشوفها كده الحكم. رنا الجوهري ارسال قوي بيغير اتجاهه كده بتدخل عليها اللاعبه ساجده محمد ابراهيم، ولكن الكره تغير اتجاهها ونصل للتكنيكال تايم اوت الثاني او الوقت المستقطع الفني الثاني. و16 الاهلي 6 الصحافه السوداني. صراحة الكابتن حمدي مش شايف حاجة في فرقته يقولها أو شايف حاجة على الفريق الآخر يقولها ليه فرقته، ولكن طبعا هو زي ما قلنا الأداء عشان سهل وبيحاول بس يحافظ على أهدافه من إرسال متقن داخل المباراة وإعادة كده للكرة بطريقة إيجابية تحقق نقطة مباشرة بسهولة. وأدي بقى كمان في ارتياح على لاعبات النادي الأهلي، مفيش تعصب ولا حاجة، الفرقة ماشية زي ما هم عايزين. وادي الكابتن معتصم برضو راضي عن الاداء لانه عارف طبعا انه قدام فريق بطل. بنستأنف اللقاء بانتهاء الوقت المستقطع الفني الثاني ورجوع الفريقين لارض الملعب. وادي تغيير بيعمله الكابتن معتصم محمد عبد القادر بخروج اللاعبه رقم 5 ساجده محمد ابراهيم ونزول اللاعبه رقم 11 هاله زكريا مصطفى، وما زالت رنا الجوهري على الارسال. ارسال سريع من رنا واستقبال معقول من راضي، وتاني كده في نص الشبكه بتتعمل كره فيها رالي، وادي بقى بتسقطها دانا، ولكن عايزينها اقوى من كده يا دانا. ترجع تاني للاعيبه رقم 6 ساجده مناسي الجمعه، وترجع في مركز 4 رحمه بتحطها بسهوله كده في البتوين ما بين مركز 1 ومركز 6 بنقطه مباشره. 17 الاهلي 6 الصحافه السوداني. كره ثانيه خارج الملعب من رنا الجوهري. بيطلب كده منهم انهم يلعبوا ارسال على الليبرو، هنشوف كده يسمعوا كلام ولا يعملوا ايه. على مريم مصطفى من النادي الاهلي، وبيرجع تاني في التغيير بتاعه، بتنزل لعيبه مناسي الجمعه وترجع هاله زكريا مصطفى. طبعا لكسر قامه هاله زكريا متر 53 كانت نازله بس عشان واجب دفاعي، ويرجع تاني ساجده محمد ابراهيم لطول قامتها. وادي هنا ما لعبوش الارسال على الليبرو خالص، لعبوه على مركز 4، وتضرب كده رنا الجوهري كره تاخد ايد البلوكات وتنزل ملعب الصحافه السوداني. اكيد النهارده الكابتن حمدي عامل تمرينه تقيله شويه الصبح عشان ما ينفعش دي تبقى تمرينه المباراه، مباراه زي دي ضعيفه او سهله. تاني ترجع كره سهله للملعب الاهلي وبسنجل بلوك من دانا تاخد بيها نقطه مباشره للاهلي. 19 الصحافه السوداني 7. بادئين بقى كده بدري بدري نبارك للاهلي فوزه النهارده بالمباراه باللقاء 3-0، ونبارك له ايضا ببقى
مشاركة فريق السودان كده داخل البطولة العربية، ولسه له مباراة غدا لأنه كان راحة أول يوم يوم 17 يوم الأحد ما لعبش الصحافة السوداني، وكانت أول مباريات يوم الاثنين، وتلقى هزائم في ثلاث مباريات بنتيجة واحدة 3-0. طبعا على اعتبار أن مباراة النهاردة الأهلي هيفوز بيها إن شاء الله 3-0، وتبقى له مباراة غدا أمام الصفاقسي التونسي الشقيق برضو للسودانيين. وطبعا زي ما قلت المشاركة بتاعة السودان بيكون هدفها الأساسي هو بناء سقف الجيل قادم من السودان إن شاء الله يشارك في البطولات العربية والإفريقية ويحقق مستويات أفضل من المستوى اللي أمامنا. وأدي كرة تانية بإرسال قوي 21-7 للأهلي، ترجع كده بتشانس بول تلمها رحمة ولسنتر البلوك نرمين إبراهيم بكرة قوية من منتصف الشبكة بينها وبين دانا. 22 الأهلي 7 الصحافة شباب 20 السوداني. وتايم أوت بيطلبه كابتن معتصم محمد عبد القادر، بيستخدم حقه في القانون بتهديد ملعبه شوية ويبدأ برضو يقول معلومات لفرقته، ومش عيب أبدا إن أنا حتى خسران بفارق سكور كبير ولكن أبدأ أدي إحساس لفرقتي بالالتزام لآخر المباراة، وده اللي بيعمله دلوقتي الكابتن معتصم محمد عبد القادر. وطبعا بقى الهدوء اللي بيسود على جهاز النادي الاهلي والايجابيه في جمهور النادي الاهلي طبعا نادي القرن النادي العريق بيعلمنا قد ايه الجمهور هو اساس المكسب في اي لقاء بيقوم بيه النادي الاهلي، وقد ايه بنحترم وجود الجماهير حتى في اللقاءات اللي ممكن تكون سهله للفريق. والكابتن حمدي النهارده بيقدم لهم كده هديه بمشاركه ال 12 لاعيبه اللي موجودين على سواء في الملعب او على دكه البدلاء، مكافاه للجمهور على تمسكه بالالتفاف حول النادي الاهلي حتى الان. وادي كره سهله من كاترين بتوصل للنقطه 23. ما زال معتصم كده مكشر شويه ومش عاجبه الاداء، ولكن طبعا هو الراجل زي ما قلنا مش اهدافه المنافسه واهدافه المشاركه داخل البطوله، ولازم يكون قنوع باهدافه دي حتى تتحول. وتاني مريم بتعمل تراي على كوره تطلع صح 100% وترجع سهله في ملعب السودان. وادي بقى اسقاط جميل قوي احييها عليه لاعيبه السودان رقم 8 ايات اغبش تقي اللي بتلعب كوره كده بخبره عاليه، لانها طبعا لاعبه كبيره السن الى حد ما مواليد 87 وعندها 1.54 ومعلش بقى عملتها فيكم النهارده، وترجع كده لبلدها وهي مبسوطه انها عملت كوره زي دي في النادي الاهلي النادي العملاق طبعا، وده ما يقللش ابدا من شان فريق النادي الاهلي ولا شانها، وهي بتحاول تلعب لاخر نقطه زي ما مدربها وصاها. ترجع تاني نرمين ابراهيم رقم 13 في النقطه الاخيره في اللقاء 24 الاهلي 8 الصحافه السوداني. يا ترى ارسالك هيكون ايه يا نرمين بنقطه مباشره ولا ايه؟ وادي فعلا ولكن صعب الاستقبال على فريق السودان، بترجع بسهوله كده مع حائط صد قوي من دانا تختم بيه اللقاء، وفي انتظار بقى ان شاء الله بكره النادي الاهلي مع نادي المجمع البترولي الجزائري، على امل اللقاء بكم بكل خير. ونرجع بقى للاستوديو للكابتن هيثم وضيوفنا كابتن منى وكابتن احمد ثابت، وهيتكلموا اكتر بتهيألي عن مباراه بكره ويقولوا لنا الاهلي مستعد ليها ازاي. كان معكم محدثكم عزب الشربجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.